السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كتابه العظيم طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، مثل المفكر عبد الرحمن الكواكبي ظاهرة الاستبداد بتمثيل حوى صفات الشر والسوء مجتمعة، وذلك حينما قال عن الاستبداد: أنا الشر، وأبي الظلم، وأمي الإساءة، وأخي الغدر، وأختي المسكنة، وعمي الضر، وخالي الذل، وابني الفقير، وابنتي الحاجة، وعشيرتي الجهالة، ووطني الخراب. لكن كيف تستقيم هذه المساوئ في أرض مسلمة؟ بل كيف يجتمع الاستبداد والإسلام على أرض واحدة وفي جوف شعب واحد؟ هل يقبل الإسلام الاستبداد أم أن من لوازم وجود أحدهما زوال الآخر؟ كيف تتأثر منظومة التدين والمفاهيم عند المسلمين بعد طول عهد من الاستبداد؟ أهلا بكم مشاهدينا الفاضلين إلى هذه الحلقة من برنامج مقاصد، نبحث فيها موضوع الاستبداد والإسلام. هذا الموضوع نلقيه للحوار بين يدي الدكتور نبيل الفولي، أستاذ المنطق وعلم الكلام في جامعة السلطان محمد الفاتح في إسطنبول. أهلا ومرحبا بكم دكتور. أهلا بكم وسهلا ومرحبا. بداية لابد أن نعرف بشكل عام بالمطلق معنى الاستبداد، ويهمنا بالتحديد الاستبداد السياسي منه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فالاستبداد بالأمر يعني الاستقلال به والتحكم فيه وحيازته لنفسه. إذا استبد إنسان بأمر أي أنه استقل به وتصرف به فيه بمشيئته كيف شاء، سواء كان هذا المتحكم أو المتصرف شيئا ماديا أو معنويا. نحن نقول استبد به الشوق مثلا، فمعناه أنه سيطر عليه وحكمه وتصرف في شأنه، فهذه السيطرة وهذا التصرف الذي لا يشعر صاحبه بأنه مسؤول، هذا يطلق على الاستبداد. طبعا الاستبداد أنواع وأشكال وصور كثيرة تجدها في كل سلم المجتمع من درجته الأدنى إلى درجته العليا، فقد تجده في محيط الأسرة ومحيط العمل، وتجده كذلك في محيط الدولة. وهذا هو المشهور الذي يتكلم الناس عنه، هو الاستبداد السياسي، ومعناه أن يعني يتصرف ولي الأمر في شؤون الناس ليس تبعا لقواعد ولا قوانين، ولكن تبعا لمزاجه وهواه وتصرفاته ورؤيته. فهو يستقل باتخاذ القرار ويستقل بالتصرف ليس في شؤون الدولة فقط، ولكن في شؤون الأمة والشعب والناس. فهو حاكم بأمره، وليس حاكما لا بأمر أمة ولا بأمر الله سبحانه وتعالى، إنما هو متصرف مستقل، يرى لا يرى في المرآة إلا نفسه في هذه المسألة، أي تصرف في شؤون الدولة. يعني قبل أن نغوص في هذا الموضوع، لكن بالمطلق الاستبداد أمر مرفوض بالمطلق أم ثمة بعض الأحيان قد يكون مثلا مقبولا في حالة من الحالات، أم هو يعني شر مطلق؟ لو عانينا التصرف وفقا للهوى فهو يعني شر مطلق، ولكن لو عانينا أن هناك خلافا مثلا ولي الأمر قام بالشورى وجد نزاعا شديدا لا يحل، ففي بعض الأحيان الحاكم الذي لا يتبع هواه طبعا يتخذ قرارا في مثل هذه اللحظة. نحن نلاحظ مثلا أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في قتال منع الزكاة، وجد أن الكثير من الصحابة لا يريدون هذا الأمر، في أمور أخرى أيضا، فكان لابد للحاكم الراشد أن في هذه الحالة أن يحسم الخلاف الذي لا يقوم أو الذي لا يحسم بسبب كثرة الأصوات وكثرة النزاع في هذا الأمر. فيمكن في بعض الأحيان، لكن لا نريد أن نفتحها حتى لا يستغلها أصحاب الأهواء ويقولوا أن الشورى معلمة وليست ملزمة. هذا الباب الواسع الذي استغله الناس. الشورى لو قلنا معلمة فإنما ذلك لولي الأمر الراشد، وأين ولي الأمر الراشد؟ نعم، هذا الاستبداد الذي وقع من أبي بكر بين قوسين هو استبداد لخليفة راشد، وهذا استبداد يتعارض مع سيرته الذاتية في حياته في الحكم، أليس كذلك؟ لكن لا نقول إنه لا، يعني أنا أخشى أن نصف تفهم خطأ أنه استبداد فنتطاول على 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 الصحابي رضي الله عنه. هو وجد الأمر بالنسبة له جليا واضحا، وجد الناس مترددين، ولم يجد هنا لم يجد عندهم حسما في القضية. نعم. ووجد أن الأدلة واضحة في أن من انتقص الدين خاصة في هذه المرحلة في بداية الإسلام، إذا انتقص منه شيء ولو قليل، وهذا فقهه أبو بكر فقها عميقا، أنه لو سمح
ولو بانتقاص سنة صغيرة من الدين فسوف ينتقص الدين ويظل ينتقص منه إلى يوم الدين. ولذلك يعني وقف عند هذا الأمر وأصر على أن يقاتل كل من منع شيئا مما يعني ورد في الشريعة حتى وإن كان سنة. الإسلام حوى قدم مصطلحات متصلة بطبيعة الحكم دكتور نبيل، مثل الملك العضوض أو الحكم الجبري إلى آخره. نريد أن نسألك عن علاقة الاستبداد بهذين المصطلحين، يعني أين موقع الاستبداد من هذين المصطلحين اللذين وردا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما دامت الأمة مستبعدة والحاكم يضيق الأمر في نفسه ويقصره على 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 رأيه هو، فهذا كله استبداد. يعني الملك العضوض هو يعني أن يستولي قوم أو أسرة كذا على الحكم ويعض عليه ويعني يصر على حراسته واستمراره في أمثالهم. أما الملك الجبري فالذي أخذ بالقوة وبالسلاح وبهذه الشؤون، وكلها يعني فيها جانب الاستبداد. لكن ربما من الناحية التاريخية ربما نجد في الملك العضوض شيئا من الإشراك العلماء وشيئا من الشورى، وطبعا ليس الصورة المثلى، لكن فيه كثير من الاستبداد. نحن يعني إذا قارنا طبعا الأسر التي حكمت العالم الإسلامي مسألة متفاوتة من أسرة إلى أخرى ومن عهد إلى آخر، فنجد في كل الأسر التي حكمت العالم الإسلامي نجد عادلين ونجد منصفين ونجد أهل شورى ونجد أهل إخلاص للدين ونجد في مقابلهم المستبدين في كل الأسر التي حكمت العالم الإسلامي. لكن في هذا الزمن الذي نراه لا نكاد نرى رجلا غير مستبد، لا نكاد نرى رجلا غير مستبد في القرن ونصف الأخير في العالم الإسلامي، لا نكاد نرى. طيب دكتور، يعني ربما هذا السؤال يحتاج إلى بسط في الشرح منكم، يعني كيف يمكن تفسير وجود نظام استبدادي، نظام قمعي، نظام يستحوذ على حريات الناس وتفكيرهم في ظل وجود في عالم إسلامي يعني تنبع قيمه الشرعية كلها من فكرة تحرير الإنسان وإطلاق مسؤوليته في إطار من عبوديته لله سبحانه وتعالى؟ يعني ثمة أمر غير مفهوم هنا، يعني هذه الأمة التي تحوي هذا الدين وهذا القيد أو هذه الأداة الإسلامية هي فيها الاستبداد متمثل في أعظم مظاهره وأوضح مظاهره مقارنة بالأمم الأخرى. نحن نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني أشار صلى الله عليه وسلم في إعجاز من إعجازات الدين إلى أن أول العرى التي تفك من الدين هي عروة الحكم. فما السر في هذه المسألة؟ طبعا لا نريد أن ننظر إلى المجتمع الإسلامي على أنه يعني يختلف تماما عن مجتمعات البشرية الأخرى. هناك أشياء مشتركة تؤدي إلى الاستبداد في كل ثقافة وفي كل مجتمع، ولعلكم يعني قرأتم يعني بعض النقدات القديمة للنظام الديمقراطي وأنظمة الحكم عموما. أشار أحد الفلاسفة القدماء وهو أفلاطون، أشار إلى أن أي نظام سياسي ينشأ حتى ولو كان حسنا فإنه بسبب أهواء البشر قد يحرف. مهما يكون البرنامج النظري الذي يخضع له الحاكم فإن الأهواء والأمزجة والمصالح إذا يعني وجدت أن هذا النظام بحرفيته يعاكس مصالحها فإنها ستصطدم به في لحظة ما. فالبرنامج النظري أو الأحكام حتى الأحكام الشرعية نفسها إذا وقفت الأهواء فإنها يمكن أن تعطلها على أي حال. فبصورة عامة نستطيع أن نقول الأشياء العامة التي تؤدي إلى وجود الاستبداد: أولا وجود السلطة مع عدم وجود الرقيب. إذا امتلك إنسان وإن كان صالحا، بعض الصالحين يمتلكون السلطة أحيانا وبسبب أنها سلطة مطلقة لا يسألون عما يفعلون، فإن هذا يفسدهم ويؤدي بهم إلى الاستبداد بالأمر، ويؤدي بهم إلى يعني اتخاذ القرارات ولا 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 أحد يستطيع أن يسألهم. يعني كنت أسمع قبل قليل أحد المشايخ يحكي عن أمير أو وزير عباسي كبير يقول قال لخادمه أحضر لي الماء، فقال له نعم. الخادم قال لهذا الوزير نعم، فالوزير أمر بقطع يده، فقيل له لما؟ قال لأن الذي يقول نعم يملك أن يقول لا. فهذا ما هذا إلا هذه يعني هذا شعور بأنه يمتلك سلطة لا يحاسب ولا يحاكم عليها. على أي حال، فامتلاك السلطة بدون وجود الرقيب الذي يتابع والذي يحاسب والذي ينظر، كما كان يحاسب يعني أقوى أمراء الدنيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
يعني لا تجد أميرا في قوة عمر وفي تمسك وفي يعني تحكمه في كثير من شؤون المسلمين واتصاله بها، ومع ذلك عمر يعني يقول الناس قوموني، فيقولون له إن لم تقوم بألسنتنا تقوم بسيوفنا، فيحمد هذا ويحبه. فوجود السلطة في يد المتسلط أو الحاكم أو ولي الأمر بدون أن يحاسب في أي ثقافة كان هذا فإنها مفسدة ومفسدة. نحن نجد هذا حتى في رجال الشرطة في أي دولة في العالم. إذا أعطيت رجل الشرطة في أي دولة، لا أقول في أمريكا فقط أو في عالمنا العربي، في أي دولة في العالم، إذا أعطيت رجل السلطة رجل الشرطة صلحة. هو يعني ليس له رتبة تقريبا، يعني إذا أعطيته سلطة مطلقة في يده فإنه سيستبد ويوظفها توظيفا أعوج، توظيفا حسب هواه، ويذهب. هذا مرتبط بالنفس البشرية يعني؟ طبيعي، هذا طبيعي النفس البشرية. وقل من امتلك سلطة مطلقة وبقي صالحا، قل. الأغلبية العظمى حينما تمتلك السلطة المطلقة فإنها تفسد وتملأ الأرض يعني إهلاكا للحرث والنسل. هذه مسألة عامة في كل البشر. أمر آخر يتعلق بظهور الاستبداد وهو ضعف وظيفة النخبة، إن شئنا أن نقول بالتعبير الحديث النخبة. والنخبة هي تمثل رأس المجتمع وتمثل الأداة الفاعلة في المجتمع. لو تكلمنا عنا نحن المسلمين نقول العلماء مثلا، العلماء علماء الأمة حينما تضعف وظيفتهم ويميلون إلى التزهد أو يميلون إلى اكتساب الدنيا، يعني انحراف بصورة من الصور عن الواجب الذي يقومون به تجاه ليس تجاه الحاكم وحده ولكن تجاه الحاكم وتجاه الأمة. فبعض الناس يظن أن في اعتزاله صلاحا لأمره، ولكن نسي أن في هذا فسادا لشؤون المسلمين. أحد العلماء لقي فريقا من الزهاد قد يعني نأوا عن الدنيا ويعني لبثوا في الجبال لا يأكلون إلا الحشائش، فقال لهم يا آكل الحشائش تركتم أمة محمد للفساد؟ فأفهم هذه القضية، قضية أن الرجل الصالح خاصة في زمان الفساد لا ينبغي أن ينعزل عن الناس إلا إذا طبعا تأكد وتيقن أنه سيفسد معهم. لكن نقول نحن نريد أناسا صالحين أقوياء النفس يستطيعون أن يشاركوا في يعني معالجة أسباب الفساد وهذه الأشياء. أيضا ثقافة الأمة وتفهمها للإسلام ضعفت جدا. الناس يعني في بلادنا ينظرون إلى الحاكم على أنه شيء آخر من غير البشر. هذه الثقافة الإسلامية ليست هكذا، هذه ثقافة كسروية قيصرية، هذه ثقافة ديكتاتورية. طيب لو أذنت لي دكتور، يعني هذه نقطة مهمة لكن استبقت الحديث إليها، سنبحثها بعد الفاصل، وتحتاج منكم إلى تفصيل في هذا الأمر، تفصيل في الأسباب ومظاهر هذه الحالة. لكن قبل ذلك أريد أن أسألك عن قضية، يعني حينما ولي أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة للمسلمين قال للمسلمين لعموم المسلمين إن وجدتم في خيرا فأعينوني وإن وجدتم في خلاف ذلك فقوموني. يعني هذا فيه شيء من الإقرار بسلطة الرعية بسلطة المجتمع. هل هذا كان الكلام هذا الإقرار نابعا من زهادة في شخص أبي بكر أم من نص على أن للرعية سلطان ودور؟ هذا تعبير عن منهج الإسلام في الحكم. يعني العصمة انتهت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالحاكم رجل من الناس وهو في علاقته بالأمة موظف يعمل عند هذه الأمة. وهذا المعنى ليس معنى حديثا، حينما تكلم عن التعاقد وكذا هذا معنى موجود عند المسلمين، يعني ربما تكلم عنه فيما أذكر المسعودي، وربما تكلم عنه ابن خلدون، هؤلاء الناس وأشار إليه آخرون، يعني في أن المسألة تشبه التعاقد بين طرفين، وهو أنه يقوم بمهمة. نعم هو يجب على الأمة طاعته، ولكن مقابلة يعني هناك أشياء مقابل أشياء. يجب على الرعية طاعة ولي الأمر فيما ليس معصية طبعا، قد لا يكون معصية ولا طاعة، قد يكون أمرا يعني من الأمور المباحة، فيلزمهم طاعته فيها. لماذا؟ لأنه ولي الأمر لكي يسير بالأمة في هذا الطريق، لأنه سيسأل أيضا. في مقابل ذلك يجب عليه أن يفي بما اتفق عليه في هذا الأمر، أن يحكم بالعدل وأن يسير الأمر شورى حسب الاتفاق الذي تم بين الأمة وبين الحاكم. ثم علينا أن نعلم أن الحاكم هو ابن الأمة في الأصل، هكذا ينبغي أن ينظر الحاكم. نحن نقول لحكامنا هذا الكلام، أنتم أبناء هذه الأمة، فلماذا تصيرون يعني وبالا على رأسها
أنت يعني فلان أو فلان من حكام العالم كله، لا أقول على المسلمين فقط، هو من هذا الشعب من أبنائه، يعني نشأ في هذا البلد وأكل وصاحب فلانا وزامل فلانا، فلماذا ينقلب إلى وباء ووبال ومصيبة ثقيلة على رؤوس الناس وهو منهم من أبنائهم ومن جلدتهم؟ يعني حينما قال أبو بكر الصديق هذه الكلمة فهو يعني لم يأتي بشيء جديد، وإنما بيّن شيئا ربما كان بداهة عند المسلمين في حينه، لأنهم هكذا فهموا الحكم في الشريعة. نعم، هل هذا صحيح؟ هذا هو يعني نهج الإسلام، ولكن كما قلت لكم السلطة مفسدة، الذي حرف الناس عن هذا الطريق هي أن السلطة مفسدة. هذه المثالية العظيمة التي كان عليها الخلفاء الراشدون، نلاحظ أن يعني هذه المثالية، أنا لا أقول هذه المثالية يعني هي تحتاج إلى أمة مناسبة أيضا، هذه المثالية العظيمة، ولذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه وجد شغبا وحتى قتل رضي الله تعالى عنه بسبب هذه المثالية العالية، وسيدنا علي وجد مشاكل أكثر، وكان يقول لبعض الناس كان عمر يحكم أناسا مثلي وأنا الآن أحكم أناسا مثلك، أي أنهم مشاغبون ومشاكسون ولا يتعاونون في خير مع الحاكم. طيب نريد أن نبحث الآن بعد الفاصل لماذا وصلت المرحلة الآن في حياة المسلمين إلى هذا المستوى من القبول في الاستبداد، بل القبول حتى من شرائح وطبقات متدينة. هذا الموضوع نبحثه بعد فاصل قصير إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أسعدكم الله، وهذه عودة لمواصلة الحديث في موضوع الاستبداد والإسلام. دكتور نبيل، ثمة من يصف المرحلة التي تلت حكم الخلفاء الراشدين بأنها مرحلة استبدادية، بسبب أن الحكام حينها خلفوا يعني خرجوا عن مسار الخلافة الراشدة واستأثروا بالحكم وتحول الحكم إلى وراثة، ثم بعد ذلك تزايدت المفاسد في الحكم، ومنها انتقل هذه المفاسد إلى المجتمع الإسلامي. السؤال هو ما سبب ظهور هذه قضية وراثة الحكم واستبداد السلطة والحيد عن نهج الخلافة الراشدة؟ هل لسبب وجود نظرية ولي الأمر في الإسلام؟ هل هذه النظرية هي التي أرسلت دعائم الاستبداد؟ لا، بالتأكيد هو الناس كانوا حديث عهد بجاهلية، أي أن صاحب العصبية وصاحب العائلة وصاحب القبيلة، صاحب العصبية باختصار هو يعني يستطيع إذا أتاحت له الظروف أن يتحكم فليتحكم. نحن نتكلم عن سنة 40، يعني سنة وفاة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بعدها مباشرة تنازل سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه، ف يعني عاد سيدنا معاوية، يعني نستطيع أن نقول أنه كان يعني امتدادا من نوع ما للفترة السابقة، لكن المشكلة الأخيرة هي مشكلة العهد إلى يزيد. سيدنا معاوية بويع بيعة عامة، ولكن هذه الإشكالية إشكالية أنه استخلف ابنه بعده دون أن يكون هذا محل رضا من المسلمين، بل فيه مسألة، ونحن هنا يعني ينبغي أن نقف موقفا وسطا في مسألة نقد التاريخ. نحن حينما نقول أن هذا خطأ، إن استخلاف يزيد خطأ، هذا نحن هكذا لا نجرح في الصحابي، ولكن نقول هو تصرف خطأ، يعني الإنسان قابل للصواب والخطأ. عهده هو رضي الله عنه هو يعني رجل اخترته الأمة، سيدنا معاوية في عام الجماعة اتفقوا على توليته، لكن هذا اللي راحت الناس أوعز إليه اخترته الأمة بعد تنازل الحسين رضي الله عنه، طبعا بعد الحسن تنازل الحسن نعم. عفوا بعد تنازل الحسن نعم، عام الجماعة الناس اتفقوا على معاوية وولوه، وكان يعني ما كان رجلا شريرا كذا وظالما وفاجرا كذا، بل كان وصولا، وكان يعني المسلمون عاشوا في عهده عهد قوة، وأخذوا يلملمون الآلام التي نتجت عن معركة الجمل ومعركة صفين ومعارك حروراء وكذا، أخذ يلمم هذه الجراح ويفتح بعض الأماكن،
ولكن أحد القادة المنافقين والعياذ بالله أوعز إليه بأن يعهد إلى ابنه. هنا تبدأ المشكلة في هذه المرحلة وتتدخل الخيوط، وهناك الصحابة موجودون في هذا الزمان، يعني سيدنا معاوية مات سنة أظن 62 أو 60 هكذا، عاش بعده كثير من الصحابة. لو أذنت لي دكتور ربيل، هنا بيت القصيد، يعني ثمة من يغمز من قناة الفقه الإسلامي ويقول بأن التابعين وكثير من الصحابة سكت عن هذه التولية ولم يحصل منازعات علمية أو منازعات فقهية أو رفض للأمة لهذه التولية، بالرغم من ما تفضلت به وهو رأي كثير من العلماء، بالرغم من مخالفة يعني هذه التولية لمسار الإسلام ولروح الإسلام. هو الإشكالية تكمن هنا في أن الكلام الذي كان يتردد في أيام سيدنا عثمان أدى إلى فتنة، والناس كانوا حديث عهد بها، بمعنى أن يعني فعلا بعض الصحابة كانوا ينتقدون سلوك بني أمية، بعض الصحابة كانوا ينتقدون سلوك بني أمية في عهد سيدنا عثمان، فالكلام كثر وأدى ذلك إلى الفتنة في النهاية. ففي في في وجهة نظر يبدو والله أعلم أن هؤلاء الصحابة خافوا، يعني ظنوا أن يزيد ربما يكون مثل أبيه، قد يجمع المسلمين وكذا، فهذا خير من أن يتكلم هذا ويتكلم هذا فيؤدي الأمر إلى فتنة جديدة، كانوا يخافون من هذه المسألة. لكن حتى لما ظنوا من منظور فقهي، من منظور إسلامي، ليس من منظور شخصي، بمعنى أن هناك في نصوص في الشريعة تبيح هذه التولية، تبيح هذه الإسناد، هذا التوريث مثلا. لا يعني ليس عندنا نص في هذا الكلام، استخلاف سيدنا أبي بكر لسيدنا عمر ما كان اختيارا قطعيا لعمر، وإنما كان يعني ترشيحا، والصحابة وافقوا عليه. لا يظنن أحد أن أبا بكر استخلف عمر فتولاها عمر بكلمة أبي بكر أبدا، وإنما عمر رضي الله عنه إنما تولاها بالبيعة التي جاءت بعد ذلك. يعني ليس الاستخلاف، ليست ولاية العهد طريقة واردة في نص شرعي، إنما كل تولية لخليفة من الخلفاء الراشدين اجتهاد الأمة في اختيار حاكمها، وما استقر أحد في السلطة من هؤلاء الأربعة الكرام رضي الله تعالى عنهم إلا ببيعة الأمة له. أما حتى سيدنا عمر لما اختار الستة أهل الشورى ما كان يقول لهم إنه يعني لا ينبغي لكم أن تتجاوزوهم، ولكن قال هؤلاء أفضل من أعرف، واختاروا من تشاؤون منهم لدينكم ودنياكم، لم يكن هذا من نوع من الاختيار القطعي. على أي حال، ف الصحابة الذين كانوا في هذا العهد الأول حضروا هذا الكلام وخافوا من هذه المسألة، ولعلنا ندرك بعد ذلك أن عهد يزيد كان عهدا سيئا بلا شك، عهدا سيئا جدا أيضا، في استباحة المدينة وقتل الإمام الحسين وكذا، أشياء كثيرة حصلت، لكن كانت الخيوط تتداخل والفتن تتجدد بهذه المسائل. وطبعا لا نبرئ مجرما ارتكب جريمة في هذه المسألة، ولكن نظن أن الصحابة تكلموا حينما احتاج الأمر كلاما، وسكتوا حينما احتاج الأمر سكوتا. في هذا السياق ذاته دكتور نبيل، الأمر يحتاج إلى تجلية، سأدير السؤال من جانب آخر. يعني ثمة الآن الاستبداد منتشر في الدول الإسلامية، بل إن هناك من يعني يدافع عن المستبد تحت عباءة ولي الأمر، فيقول أن طاعة ولي الأمر واجبة حتى لو جلد ظهرك، وحتى لو زنى، وحتى لو شرب الخمر على الهواء مباشرة وأمام الملايين، فلا ينبغي لك إلا أن تطيعه. ثمة من يغمز من قناة الإسلام ويقول بأن الإسلام يبيح هذا الاستبداد السياسي، وأن المسلمين قد يكونون مجموعة من القطيع المطيع لولي الأمر حتى لو كان مخالفا لروحه الشريعة الإسلامية. سؤالي هو، هل الاستبداد نشأ من هذه المدرسة الفقهية أم العكس، أن هذا الفقه هو الذي نمى وترعرع في كنف الاستبداد السياسي؟ لا، هو هؤلاء خلطوا بين التاريخ وبين الشريعة. إذا كان قد ظهر في تاريخنا بعض المستبدين فهم يستمدون، هؤلاء يعني هذه المدرسة تستمد أدبياتها من التاريخ، والتاريخ يخطئ ويصيب، تاريخ المسلمين يخطئ ويصيب. نحن نتكلم عن كل يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم كل التاريخ قابل للخطأ والصواب. فهؤلاء من أين يستمدون؟ يعني هم يؤولون النصوص كما يشاءون ويعني يستمدون أدبياتهم من التاريخ. الحاصل هو أنه لا طاعة إلا في المعروف، لا طاعة إلا في المعروف. والحاصل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نص قطعي صريح: من رأى منكم منكرا، والرؤية هنا ليست رؤية العين فقط، من رأى يعني ولو عالم بالمنكر وتيقن بوجوده، فلا يشترط أن يرى الحاكم حتى يعني يلزمه تغيير منكره، من رأى منكم منكرا فليغيره، الحديث إلى آخره، حديث صحيح بيدي إلى آخره. فما معنى هذا الحديث؟
ليس معناه الدعوة إلى الفتن وإلى كلما مر حاكم نشتمه ونسبه، ليس هكذا، ولكن أي منكر ينشأ، هذا فقه الحديث في 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 عمومه، أنه حينما ينشأ المنكر في جماعة فيها مسلمون أو في جماعة مسلمة، فعليهم أن يفكروا في الطريقة الملائمة لتغيير هذا المنكر. لا ينبغي أن يعني يصموا آذانهم ويغمضوا أعينهم عن هذا المنكر، فلينظروا ما هو المناسب. ليس الإسلام لا يدعو إلى إشاعة الفتن والقتل والهرج في وسط الناس، ولكنه أيضا لا يرضى ببقاء المنكر. ولذلك لا بد من أن يكون المجتمع رأس، وهو علماؤه وكبراؤه وسادته، يعني لا يصلح الناس فوضى لا ثراة لهم. لا بد أن يكون المجتمع رؤوس كبيرة، رؤوس اجتماعية. المستبد دائما يكسر رؤوس المجتمع حتى يكون الناس أفرادا مشرذمين. فلا بد أن يكون المجتمع رؤوس من العلماء ومن الكبراء، من كبار رجال التجارة ومن كبار رجال الصناعة ومن كبار رجال كبار العائلات وكبار العلماء. هؤلاء كلهم رأس المجتمع. ما فائدة هذا الرأس؟ فائدة هذا الرأس هو أن يكون له موقف تجاه استبداد الحاكم، بحيث لا يتحول إلى إله، بحيث إذا ظهر المنكر يغير بطريقة ملائمة. نحن لا نريد أن نغير المنكر بالطريقة الشديدة، إذا كان يغير بالطريقة البسيطة، ويعني إذا كان المنكر يغير بكلمة فغيره الإنسان بيد فهذا آثم، إذا كان المنكر يغير بمجرد نصيحة فغيره بالضرب وكذا فهذا يعني إنسان أحمق لا يفهم شريعته ودينه. طب هل تعتقد دكتور نبيل أن المستبد يمكن أن تغيره كلمة؟ لا، أنا ما قلت هذا على العموم، لكن بشكل عام فائدة وجود هذا الرأس في المجتمع أنه يستطيع أولا أن يوجه الجماهير الكثيرة التي يمكن أن تستدرج وتخدع، وأيضا يستطيع أن يوجه أن يختار الطريقة المناسبة. نحن نجد في تاريخنا الإسلامي غير المنكر أحيانا بكلمة، وغير المنكر أحيانا كما حصل صلاح الدين، كيف غير الدولة الفاطمية؟ هذا منكر. وجود الدولة الفاطمية في مصر كان منكرا كبيرا، فكيف غيره صلاح الدين؟ غيره بطريقة. وجود يعني أي منكر نتكلم عنه في عالم السياسة أو عالم الحرب أو عالم كذا، كيف غيره؟ لكن أستاذ نبيل، أنت تتحدث عن المنكر الذي يحصل بوجود إمام يقيم الإسلام عدلا وأحكاما وآدابا وأخلاقا وفتوحات، وقعت بعض المنكرات يمكن أن يغير الكلمة، لكن نحن نتكلم عن حالة الاستبداد التي ضيعت فيها الشريعة وضيعت فيها أخلاق الناس، ومع ذلك تجد مدرسة فقهية تحض على طاعة ولي الأمر. من أين نبت هذا الفقه؟ هل هذا جاء من الاستبداد أم العكس؟ هذا صنعه الاستبداد، هذا يعني هم الذين يصنعون يعني دائما الاستبداد، يتترس بالبيئة الدينية، يعني يضع أمامه يعني المشايخ ويمشي على يمينه شيخ وإلى شماله شيخ حتى يرى الناس هذه مشروعيته ويكسب المشروعية من هذا الطريق. فصوت الشيخ أو صوت القس أو صوت رجل الدين إلى جانب صوت الحاكم هو السند الذي يعني تخادع به الجماهير وتخدع به الجماهير. فلا شك أنهم استمدوا ذلك، أن الحاكم يصنع هذا الكلام، وهناك من يتطوع، لا شك هناك من يذهب إلى الحاكم ويبيع دينه له، هناك من يخترع للحاكم طرق المنكرات. يعني في تاريخ الهند، في تاريخ الدولة المغولية المسلمة في الهند، كان هناك بعض العلماء يذهبون إلى الحاكم ويقترحون عليه المناكر وصور الكفر وليس صور الضلال العادي. هناك السلطان أكبر المشهور هذا الذي ضلله العلماء أو هؤلاء المحارفون، وزينوا له حتى صنع دينا جديدا. هذا كلام الذي تقوله دكتور نبيل حقيقة كلام خطير وكبير. لماذا؟ لأنه بناء عطفا على ما تفضلت بذكره، هذا يعني ربما يمكن القول بأن عقودا من الاستبداد السياسي أنتجت أثرا ما في بنية الدين، بحيث صار مقبولا دينا الاستبداد السياسي، طالما أن الحاكم يقيم بعض مظاهر الشريعة مثل قطع اليد، بعض الأحكام الجنائية، قطع اليد ورجم السارق ورجم الزاني المحصن أو جلد الزاني أو شارب الخمر إلى آخره. هل يمكن القول أن هذا التأثير في بنية الدين حصل؟ لا، هو بعض الأحوال، بعض الوقائع أو بعض الواقع التاريخي الذي كان يعيشه العلماء الذين كتبوا في السياسة الشرعية، بعض هذا الواقع انعكس في كتب الأحكام السلطانية، أحكام السياسة الشرعية، يعني انعكست لا شك، فصارت ولاية العهد بصورتها التي ليس بصورتها الراشدية، بصورتها التي يخترعونه هم، يعني بيع شكلية وبيع لأطفال صغار وناس يعني لم يولدوا أو صغار على الأقل، صار لها فقها، يعني صار لها فقه، فتحول الواقع إلى فقه. هذا طبعا شيء ليس مرضيا، وإن كانت كتب السياسة الشرعية فيها شيء عظيمة جدا، لكن في بعض السلبيات التي تحول فيها الواقع إلى حكم،
وهذا ليس مستمدا من الشريعة، إنما مستمد من الواقع. بعض الناس يقول هذا كان خيرا من الفتنة. طبعا المسألة في كل ظرف تقدر بقدرها، هذه المسألة تقدر بقدرها في كل ظرف. وهؤلاء الذين يريدون أن يحولوا الناس إلى عبيد للحكام هم سلم الحكام إلى جهنم، وهم شركاؤهم في هذه المصيبة. هؤلاء الذين يقولون الحاكم يفعل ما يشاء ونطيعه مهما فعل، ويضربنا ويجلدنا فنسلم له ونسبح له، يعني ندعو الجماهير للخضوع له، هؤلاء هم الذين يعني شركاء الحكام في نار جهنم، شركاء الظلمة في نار جهنم، لأن هؤلاء يخالفون لا أقول روح الشريعة فقط، ولكن روحها ونصوصها الواضحة الظاهرة. يعني الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فهؤلاء يقولون للظلمة افعلوا ما تشاءون، استبدوا بأمر الناس، اقتلوا من تشاءون واحيوا من تشاءون، لو قتلتم الثلث واحييتم الثلثين فليس هناك مشكلة. هذا تسويغ، الظالم سيقتل، ولكن لماذا يشرعن كما يقول بعض الناس ويشتقون الأفعال، لماذا يشرعن له هؤلاء أفعاله القبيحة؟ إن لم تكن قادرا على قولة الحق فلا تقول الباطل. هذا ما يقوله لحكامنا لعلمائنا، إن لم تكن قادرا على قولة الحق فلا تقول الباطل، لأن قولك الباطل يحشرك مع هؤلاء ويجعلك شريكا في جرائمهم وفي يعني استبدادهم وقتلهم للعباد واستغلالهم لثروة الأمة التي افتقرت بسبب يعني طرف هؤلاء ونفقاتهم الهائلة. المشكلة أخطر من ثروة الأمة، المشكلة في الدين نفسه الذي يكاد يضيع من بين أيدي المسلمين. نعم صحيح. نعم. طيب هذا عن بنية الدين، ماذا عن طول العهد بالاستبداد وهذا المسار الفقهي الذي أنشأه الاستبداد والذي بالنهاية يسير بشكل متوازي مع مقاصد الشريعة ولا يلتقي معها في نهاية المطاف؟ إلى أي مدى أحدث أثراً دكتور نبيل في طرائق تدين المسلمين وأنماط عباداتهم وحتى بل في تصوراتهم للكون والحياة والمجتمع؟ ما الأثر الذي أحدثه؟ هو حينما تلاحظون أن بناة الدول لا يكونون مستبدين في البداية، فيهم قوة، نعم يكونون فيهم قوة، فيهم قوة شكيمة وكذا، كما نلاحظ في بناة الدول الإسلامية مثلا، يعني المنصور العباسي مثلا، نجد أن البناء الأول للدولة العثمانية وهؤلاء كان فيهم قوة، لكن إذا حينما يتوارث الناس الملك أزمانا وأزمانا يشعر بأن الملك في آبائه وأجداده وكذا، فطول العهد في امتلاك السلطة، وكون هذه سلطة مطلقة، كل من حول الأمير يقول له آمين، كل من حول الأمير يقول له آمين، يسأل العالم فيقول ما ترى يا أيها الأمير، ويسأل الوزير فيقول له ما ترى أيها الأمير، كذا كذا. هذا يجعل الاستبداد يترسخ ويقوى في داخل بنية الدولة والبنية السياسية لهذا المجتمع. نعم. لكن لاحظوا شيئا، وهو أن الحاكم الذي تنبعث به الدول وتتجدد قوته هو الذي يحيي هؤلاء الناس، يوقظهم، يقول لهم أن ليست وظيفتكم أن تقولوا آمين، لما وظيفتكم أن تكونوا مستشارين أمناء لكم، دوركم ووظيفتكم. بل أحيانا بسبب السوء الذي تراكم على الدول مع مرور الزمن لا نجد مثلا الوزير الكبير فقط يقول الأمير آمين، ولكن يؤثر فيه بالسوء، حيث وجهه توجيها سيئا حسب خططه، فقد أدت بعض المؤامرات إلى قتل أولياء العهود أحيانا، وإلى قتل الصالحين أحيانا، وهذا كثير في تاريخ الإسلامي. لكن دكتور، ما عن هذا سألتك حقيقة. لا. أنا سألتك عن تأثير الاستبداد السياسي على طبيعة تدين المسلمين، بمعنى لا. ودائما هذا مثلا أطرحه، مثلا في قضية تحديد المهور، عندما يعني صعد المنبر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأراد أن يحدد المهور، فخرجت إليه امرأة من عوام المسلمين لا يعرف لها ذكر إلا في هذه الحادثة، بأنه يعني وحاججته وخطأته، فرجع عن رأيه وصوبها. عندما كان المجتمع متحققا فيه مقاصد الشريعة، كان مجتمعا حرا، العبودية فيه لله سبحانه وتعالى، بعد ذلك عندما طال مدة الاستبداد السياسي، ما طبيعة التدين؟ ما هو المسلم الذي نراه نشاهده الآن؟ فقط ربما تنحصر همومه في أداء الصلوات وأداء الحج وهذه الشعائر. هو بعض الناس تكيف مع الواقع، وقع الاستبداد، تكيف معه، يعني استجاب لضغوطه. والدكتور جمال حمدان في كتابه شخصية مصر له كلام لطيف، يقول المصريون لماذا يتكيفون مع الاستبداد، كلما ضغط عليهم تكيفوا معه بوضع ما، إنه يوشك أن يكسرهم كسرا، وكان يدعو إلى المغالبة، مغالبة الاستبداد.
فالاستبداد مع مرور الزمن ماذا يحدث في المجتمع؟ اولا بعض الناس يميلون للتكيف معه، التكيف معه بمعنى هو يضغط علينا، يضيق علينا ارزاقنا، كان مثلا رزقنا 100 فصار 80 يجب ان نعيش بال80، 70 نعيش بال70، حتى ولو صار 20 نعيش بال20 هكذا يعني، ما دامت الامور فيها مال وفيها نحن احياء فلنتكيف معه. هناك من يعتبر ان هذه فرص، ان هذه فرصته الذهبيه لكي يربح، فلذلك يطبل للسلطان ويتعايش مع الواقع حتى يعني يربح شيئا من خلاله. هناك من يقاوم ايضا، في كل زمن نجد هذه الثلاثيه، هناك من يقاوم ويعني قد ينجح وقد لا ينجح، ولكنه في كل الاحوال سيلقى شده السلطان وغضبه. فنجد على كل حال نجد من يتكيف ويصبر ويعتبر ان الله عز وجل سيكافئه على صبره، ولا يعرف انه مقصر في هذه المساله وانه يصبر على ظلم وعلى ضيم ويرضى بنفسه الذل، والاسلام لا يرضى بهذا. ثم هناك من يستفيد من عصر الاستبداد، دائما عصر نفاق، عصر نفاق، الحاكم يريد ان يطبل له وان يتكلم فيه الشعراء ويغني له المغنون، فلذلك سيكثر هذا، يكثر هذا في زمن الاستبداد. ثم الامر الثالث، سنجد ان هناك من يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، وقد يكون هناك من يدعو الى تغيير كل هذا الجو الفاسد الفاجر، فيجد يعني نصيبه من التغطيه ومن الايذاء، فكل هذا يوجد. يعني ربما افهم من كلامك، لست ادري اذا كنت فهمت صوابا او ارجو ان تصحح لي اذا كان فهمي خاطئا، يعني طول العهد الاستبداد السياسي بالمجتمعات المسلمه يحرف المسلمين عن حقائق الاسلام وعن مقاصده، بحيث يعني تنتهي اكبر طموحاتهم الى شعائر محدوده بينه وبين ربهم. نعم. وتغيب مقاصده. هناك شيء يعني ايضا يضاف الى هذا، وهو يتكلمون في تاريخ الحركه الزهديه في تاريخ الاسلام او التصوف، يعني يتكلمون عن ان سبب نمو هذا التصوف والاستبداد، هكذا يتكلمون. وكثير من مؤرخ التصوف، خاصه التصوف الذي فيه مغالاه وانحرافات عموما، يعني قد يكون الرجل صالحا تقيا ولكن يرى ان ولي الامر الاقتراب منه مفسده ويعني للدين والدنيا، فبالتالي يعني يميلون الى حينما فتح، يقولون هكذا، حينما فتحت البلاد فكثر المال في الناس وكثر الاستبداد ايضا، فكان هذان سببين ل عكوف كثير من الناس على العبادة والطاعة واكتفائهم بخاصة أنفسهم ومن يربونهم من المريدين والطلاب. نريد أن نسألك بعد الفاصل عن موقف المسلم الذي ينبغي أن كما هو كائن، ثم بعد ذلك كما ينبغي أن يكون من الاستبداد، وقفة أخيرة ومن ثم عودة لاستكمال الحلقة. أهلا بكم من جديد في حديثنا عن الاستبداد والإسلام مع الدكتور نبيل الفولي. أهلا بكم مرة أخرى دكتور نبيل. ما الموقف الشرعي، ليس فقط الإنساني أو الاجتماعي أو السياسي، وإنما الشرعي التعبدي لله سبحانه وتعالى، الذي ينبغي أن يتخذه كل مسلم ومسلمة إزاء فكرة الاستبداد بالمطلق أولا، ثم بعد ذلك حينما يكون هذا الاستبداد سياسيا، هل ثمة موقف شرعي محدد يأثم هذا المسلم إن لم يأخذه؟ هو اولا يجب على المسلم ان يعرف موقف الشريعه من هذا من التصرف المطلق في شؤون الناس والاستبداد بها، يجب ان يعرف ما موقف الشريعه، هل الشريعه تقبل هذا الاستبداد او لا تقبله. طبعا بلا شك الشريعه ترفض الاستبداد والظلم والسيطره على شؤون الامه بكل صوره وعلى شؤون الناس بكل صوره مطلقا. طبعا ساتكلم عن ان المساله يعني الظرف لا بد ان يراعى، لكن الحكم المطلق، نحن نقول هناك حكم وهناك فتوى كما يقول أهل الفقه والأصول، هناك حكم مطلق، هذا الحكم المطلق أن الإسلام يرفض كل صور الظلم، لا أقول الظلم السياسي فقط ولكن كل صور الظلم المرفوضة، هذا الحكم المطلق.
أن أي ظلم قل أو كثر صغر أو كبر هذا مردود ومرفوض في الشريعة ردا باتا. لكن الوقائع تختلف من مكان إلى آخر. يجب أن نعلم أن مستند التغيير عموما هو هذا الحديث النص القطعي والواضح الصحيح، من رأى منكم منكرا فليغيره، هذا نص قطعي في أن أي انحراف عن الشريعة صغيرا أو كبيرا يجب أن يغير. لكن المسألة ليست مسألة اندفاع أحمق يندفع فيه الإنسان بحيث يحول المنكر إلى ما هو أكبر منه. ولذلك يجب أن تتخذ أن يكون الإنسان فطنا ذكيا في توجيه النصيحة. يعني يحكى من قصص هارون الرشيد أن أحد الناس يعني أغلظ له في النصيحة في مجلسه، وهارون فقيه يعني، فقال له يا هذا، رجل ينصح أمير المؤمنين ورجل أمير المؤمنين رجل صالح، ولا نقول هو رجل يعني معصوم ولا شيء، ولكن هو رجل صالح. فأغلظ له الرجل أمام الناس في النصيحة، فقال له هارون وهو رجل فقيه، قال له يا هذا لقد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني، فقال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فنقول إن وجود أي انحراف بأي مستوى في الحكم أو في غيره عن الشريعة يجب أن ينظر كيف يمكن تغييره بالصورة التي تؤدي إلى أقل قدر من المنكر الناتج عنه. نحن لا نقيد الناس ونقول كلما أراد أن يغير أحد شيئا لا تغير حتى لا يأتي بمنكر أكبر منه، لا نريد أن نقيد الناس بهذه الطريقة، ولكن نقول لهم كونوا فطنين في اختيار الطرق المناسبة الملائمة. وهذا لهذا نتكلم عن عقل المجتمع، كبراء المجتمع يعني رؤوسه كباره كما يقولون أو سراته أصحاب الرأي فيه. الظالم والمستبد يعني يكره جدا أن يكون في المجتمع ناس قادة رأي وقادة فكر وقادة مجتمع وأصحاب عائلات كبيرة، لذلك يفتتون القبائل، يفتتون العائلات، يفتتون التجمعات والنقابات، ولا يسمحون بأن يكون هناك جسم اجتماعي يمكن أن يقول لهم لا أبدا. دائما المستبدون حريصون على هذا. فمواجهة الاستبداد خاصة إذا تأصل وثبت في بيئة يحتاج إلى يعني فطنة، ليست فطنة تمنع التغيير ولكنها فطنة تنظر إلى المناسب فيه. بعض الناس ينظر إلى التجارب الفاشلة ويحكم أنه لا ينبغي أن يغير المنكر لأنه حصل كذا وأدى إلى معركة دير الجماجم ومات كثير من العلماء في أيام الحجاج، وخرج الإمام الحسين وقتله جند يزيد، وخرج فلان وقتله فلان. هذه أمور حصلت وقدر أصحابها الأمور كما رأوا، ورأوا أن هذا صالح، فالإنسان يصيب ويخطئ في تقديراته. لكن لا ننسى أن كثيرين اجتهدوا وأفلحوا أيضا في تغيير المنكر في طول التاريخ الإسلامي وفي طول التاريخ البشري. تجارب الإنسان قابلة للصواب والخطأ، ولكن عليه أن يدبر ويرتب ويفقه الواقع فقها جيدا. الواقع الذي تعرفون الجيولوجيا عبارة عن طبقات، أحيانا الواقع عبارة عن طبقات من الظلم، يعني استبداد فوق استبداد وظلم فوق ظلم وجبروت فوق جبروت وفرعنة فوق فرعنة فوق قيصرة فوق كسروية. هذه يعني تحتاج إلى فطانة اجتماعية كبيرة لكي تذوب هذه الطبقات وتؤول المسألة إلى تغيير مناسب. أنا لا أقول كيف يعني ما هي الوسيلة، هل ستكون وسيلة بالقوة أو بكذا أو بكذا، المسألة تحتاج إلى فطنة اجتماعية. ونحن نرى في تجاربنا حتى الحديثة نرى من نجح ومن فشل، ومن استعمل الفطنة والذكاء السلمي الكامل ومن استعمل القوة والشدة، فهذا قابل للنجاح وهذا قابل للنجاح وهذا قابل. المهم أن يبقى عقل الأمة حاضرا يرتب لها ويدبر لها ويفقهها ويفهمها ويوعيها. لكن سكوتنا وصمتنا على الظلم هذا سكوت على المنكر، ونكون آثمين، لأن رفع المنكر العام فرض كفاية ورفع المنكر الخاص فرض على من عايشه وعاينه. هذه أحكام شرعية لا بد أن نراعيها وأن نحافظ عليها في كل الأحوال وفي كل مناشط حياتنا، ليس في شيء معين ولكن في كل مناشط حياتنا. بل أنا أقول إذا كان في عائلتك ظلم، إذا كان في داخل الأسرة هناك طرف يظلم، أنا ابن مثلا والأب يظلم الأم أو العكس، يجب أن أستعمل الحكمة في إزالة هذا الظلم. أستعمل الحكمة في أنصح أبي أو أنصح أمي أو أنصح كذا حتى تستقر الأمور ويزول الظلم. هذا ينبغي، الظلم ينبغي أن يمحى بقدر الإمكان،
من بيئة المسلمين، الله عز وجل وصف الأمة قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، أي أن وظيفتكم الكبرى في مظلة الإيمان وفي خلفية من الإيمان بالله عز وجل هي أن يزيد الخير بوجودكم. الخيرية معلقة بالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، الخيرية معلقة بالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. نعم. طب دكتور، أنت على أهمية ما ذكرته أشكرك على ما قلت، لكن أنت قصدت في هذا الحديث هي الفئة التي ترفض أصلا هذا الاستبداد، ولم تتطرق إلى الفئة التي هي حاليا مع الاستبداد وهي ترى أن وقوفها مع استبداد الذي هو ولي الأمر دينا، يعني بسبب الواقع الذي يعيشه المسلمون الآن وطريقة التلقي لأحكام الشريعة من أفواه علماء ودعاة ونجوم في مسائل الدين عبر وسائل الإعلام، أحكام شريعة تبدو في ظاهرها يعني تبريرا لهذا الاستبداد. طيب كيف يمكن لهذا المسلم أن يخرج من هذا الإطار الذي فرض عليه ويفكر بشكل حر بحيث أنه يرفض الاستبداد ولا يرى أن هذا ولي الأمر هو في نهاية ولي أمر حقيقي؟ يعني كيف يخرج المسلم؟ هي معركة وعي بين من يفهم الدين ومن ويريد أن يستقل برأيه لا يجامل فيه حاكما، وبين من يطبل الحاكم. يعني هناك أهل العلم عموما، وقد يكون هناك أدعياء بينهم فريقان، فريق يرفض الاستبداد ويتجافى عنه قد يصمت وقد يعارض، ومقابل هذا يوجد فريق يطبل الحاكم. هذا الفريق لو انفض عن الحاكم، لو انفض عنه، لا أقول يعني يقاومه، لو انفض عنه تركه الحاكم يفقد مشروعيته، وبذلك هم شر من الحاكم لأنهم الذين يسوغون له فعله. فهؤلاء يعني إذا كنا نتكلم عن الجماهير، كيف يمكن؟ هنا صراع على الجماهير، هناك صراع بين فئة العلماء المستقلين الذين لا يبيعون دينهم وأهل الرأي طبعا عموما، يعني لا أقول علماء أهل الدين فقط ولكن المسلمون من أصحاب الرأي وكذا، في مقابل هؤلاء المطبلين المنافقين الذين ينافقون الحاكم. وجماهير المسلمين ينبغي أن تكون فطنة، يعني هناك فرق بين من يسوغ للحاكم ويطبل له ويعني يعطيه يعني مشروعات التصرف كيف يشاء، وبين الإنسان المستقل. يجب على ففي العموم هناك معركة على عقل الجماهير، وطبعا هناك أموال تنفق كثيرة جدا، يعني الحاكم المستبد ينفق على تغيير الآراء وتشويش الآراء وتشويه الوعي عند الجماهير أكثر ما ينفق على جيوشه. نحن نرى هذا، نحن نرى أن بعض الدول تنفق في الداخل والخارج وتنفق لنشر إعلانات في أوروبا وأمريكا لكي توجه الرأي هناك، وسائل إعلام كبيرة، وسائل إعلام وتشتري بعضهم يشتري يعني وكالات الأنباء ولا يشتريها، ربما لا يشتريها لحسابه اشتراء حقيقيا، ولكن يشتري الذمم ويشتري التوجهات هذه الهيئات والصحف والمجلات وهذه الجهات. فالمهم أنها معركة على وعي الجماهير، وهي معركة طويلة النفس، والصادق فيها هو الذي سيفوز، لأن الزيف لا يستمر ولا يبقى زمنا طويلا، الزيف ينكشف في لحظة ما وفي وقت ما وفي ظرف ما، لن يستمر الزيف أبدا فوق السطح. كتبنا الله وإياكم المشاهدين الكرام في الصادقين. دكتور شكرا جزيلا لكم. ختاما المشاهدين الكرام، أشكر ضيفي الكريم المكرم الدكتور نبيل الفولي، أستاذ المنطق وعلم الكلام في جامعة السلطان محمد الفاتح في إسطنبول. الشكر الأكبر لكم مشاهدين الفاضلين، دمتم في حراسة الله.